الفوتبول من الألعاب الرياضية الرائجة بوطننا العربي، ولكن يمكن السيدات ما كتير بيتحملوا أزواجهم هن وعم بيتابعوا هالرياضة. هيدا الشيء بينعكس على كل أعضاء جيرلز فوتبول أكاديمي يلي رح نحكي عنها ونتعرف عليها ونضوي عليها مع وليد عرقجي. أهلا وسهلا فيك. مرحبا. ونادية عصاف أهلا وسهلا فيكم. رح أبدأ مع وليد. يعني فكرة أنه تأسسوا أكاديمية لتدريب الفتيات، كيف خطرت على بالكم، خاصة أنه أنتوا الوحيدين بالوطن العربي اللي بتهتموا بس بالفتيات؟ أوكي، هو بلشت الفكرة لما تعرفت على نادية عصاف. كنت أنا عم بشتغل فوتبول مع البنات وهي عم تلعب، وكنت عم تقلي قدي ما حدا عم يهتم بالبنات بالفوتبول، مع أنه هي كنت عم تشارك بفريق. وأنا كنت عم بتعذب ككوتش، لأنه كمان ما كنت عم بكون عم بقدر مرن البنات مثل ما أنا بدي. فطلعنا ببعض وقلنا طب ليه ما نبلش أكاديمية فوتبول للبنات الصغار والكبار وبس، خلص ما بيكون في صبيان، بيكون هذه الأكاديمية بس للبنات، كل الانتباه بيروح للبنات. وبعد 4 5 أشهر كنت مبلش الأكاديمية. حلو. طب نادية، كيف بتصير التمرينات للفتيات؟ هو ما بيختلف كتير عن الشباب honestly. بيكون يعني 3 مرات بالأسبوع وكل مرة ساعتين، مثل غيره يعني. الصبيان نفس التمرينات مثل، يعني هذا بيوصل لنا نطاق بيساوي الرجال، يعني على طول في مباريات بتصير مع الرجال بيقولوا انه لا الفتيات ما بتقدر تقوم بهالمباراة. انتوا اليوم عم بتقولوا انه لا العكس، هو ما في فرق، انه التمرين حيكون مثل تمرين الصبيان، لانه الملعب نفس القياس، الطابه نفس القياس، الركضه ما في شيء بيختلف، كله مثل ما كله مثله. هلا بلبنان يمكن هيك تسمع ناس بيقولوا انه الفوتبول مش للبنات، بس اذا بتروح على غير بلدان مثل النرويج، السويد او حتى امريكا، البنات مشهورين فيها، هونيك البنات مشهورين اكثر من الصبيان عندهم. فحسب الكلتشر والمنتاليتي يكون. طب بأي عمر بتبلشوا تستقبلوا الصبايا؟ صراحة يعني منبلش بعمر قول 6 سنين. ست أوكي. سنين وبعقول يعني أوبن. أوبن. وكيف تتقسم؟ أكيد مش كلهم بيلعبوا مع بعضهم، الصغار ما بيلعبوا مع أكيد الكبار. لا هو في كاتيجوريز أكيد، عندك مثل under 9 under 15 under 18 والفريق السينيور اللي بيشارك بالبطولة لبنان وكل شيء، اللي هو فوق 18، اللي فوق 18 وحسب السكيلز كمان يعني بيختلف أكيد يعني. أكيد. كاميرا ببيروت توجهت لعندكم ورجعت بهالتقرير، منشوفه سوا. طالما بيحبوا يلعبوا فوتبول بيجوا وبنعمل لهم اسسمنت للليفل تبعهم تبع الفوتبول، بعدين بنشوف وين بنحطهم باي كاتيجوري، يا مع الاكسبيرينس يا مع البيجنرز. يعني هون عندنا من 10 او لا عندنا 8 years old 8 سنين لل 14. بتلعبي عده اشياء يعني ديفنس هجوم جولر و نو احلى انه هيك حبيته. من كل الاكتيفيتيز مش بس للصبيان، في كتير للصبيان وللبنات. بنتي اصلا انه كتير ناعمة وهيك، لازم تعمل شيء خليها شوي انه تكون شوي قوية. جيت على لبنان بعدين امي قالت لي في محل بيعملوا فوتبول وانا كتير بحب اعمل فوتبول، وبعدين اجينا نشوف شو بيعملوا وبعدين شفت انه كتير كتير منيح وبيبوش يو وبحب الفوتبول. احلى شيء هو الفوتبول. احلى شيء الفوتبول. قد ايه عدد الفتيات اللي بيحبوا الفوتبول مرتفع؟ يمكن مخبى هون بوطننا العربي، فينا نقول ما بعرف، انتم فسروا. هلا هذا سبور عم يكبر بكل البلدان، يعني يكون وبكل البلدان عم يقوى فوتبول الفتيات. يعني بلبنان عم تشوفي بنات صغار، قبل ما كنت معقول تشوفيهم عم يلعبوا فوتبول، لانه كانوا يمكن يلعبوا مع صبيان تحت بيتهم، هلا صار عندهم محل هدول البنات
مشان انه على القليله يلعبوا بين بنات و to express themselves تكون more challenging اكثر هيك تكون more serious. هون اللي بدي اسال ناديا بتوجهوا لعندكم الفتيات بيحبوا هاللعبه ولكن انتم كيف بتوجهوهم ليوصلوا يمكن للاعبات محترفات؟ هو صراحة نحن إنه الهدف عنا إنه يكون الصغار بكرة إن شاء الله الله راد بيصيروا سينيورز والسينيورز بيشاركوا ببطولة لبنان والكاس لبنان وهدول اللي بيشاركوا بالبطولة والكاس بكرة بيمثلوا بلدهم بالمنتخب. حلو. أنا بس كان بدي زيد شغلة نحن لما بلشنا الجيرلز فوتبول أكاديمي بلشنا من سنتين ما كان عنا لعيبة بلشنا إنه من صفر وآخر مرة الاتحاد اللبناني أخذ فريق على كاس آسيا أخذ 11 لعيبة من الجيرلز فوتبول أكاديمي. نحن كتير فخورين إنه هالقد بسرعة قدرنا نوصل بنات على منتخب لبناني اللي هو أحسن شيء بلبنان وكل هيدا شيء بسنتين بس. هذا دليل تعبكم يلي مزبوط عم بيرجع إنه عملنا نتيجة بهذا الشيء. طيب بشكل سريع وين بيصير التدريب هو على مواصفات الفيفا كمان؟ مزبوط نحن عم نستعمل ملعب النجمة على المنارة براس بيروت هونيك نحن منتمرن هو ملعب 10 دولار فيفا ريجلمنتيشن. ناديا شو مشاريعكم الجديدة؟ هالسنة صراحة إن شاء الله نسافر وإن شاء الله رح يجي فريق 10 فرق من برا نشارك بالتورنمنت كتير 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 كبير بلبنان ويكون فيستيفال نفس الوقت يكون تورنمنت. حلو كتير ويقل لي بس كمان فضل. بعد شغله كمان نحن هالسنه مشان اول مره حنشارك كمان بالفوتسال اللي هو مش فوتبول 10 دولار هو 4 دولار على ملعب فوتسال يعني فوتسال صغير ملعب صغير. حلو هيدا الشيء عم نضوي كمان على شيء جديد اكيد وهيدا اول مره عم بيصير بلبنان ونحن عم نشارك فيه كمان مشان انه قد ما فينا نشجع هيدي الرياضه اللي قريبه عن الفوتبول ونحن قدرنا نعمل هيدا الشيء ثانكس تو السبونسر تبعنا اللي هو بورت مانجرز اللي هو ساعدنا كتير بهذا الشيء نقدر نفوت ونشارك بالفوتسال. ودليل نجاحكم هو وجودكم معنا هون ببيروت. اهلا وسهلا فيكم وليد وناديا كنا كتير سعيدين بوجودكم. مشاهدينا بريكم نرجع لمتابعه باقي فقراتنا خليكم معنا.